لكن كمان الجديد انه بتتوالى الشهادات من خارج البلاد. ما هي دي بقى هتربطنا ازاي بالقيمة المضافة؟ بصوا، لما حد في مصر بيتكلم على الاهلي بيتكلم بمشاعره، لما حد من الأهلوية بيشيد بالأهلي بيتكلم بأحاسيسه، حتى من العرب الانتماءات موجودة، والأهلي على تواصل وعلى تأثير في المحيط العربي عامة تاريخيا حتى. لكن لما تجيلك الشهادة مش من خارج البلاد، من أقصى الكرة الأرضية، من جنوب أفريقيا تحديدا، تقريبا من عند جنوب أفريقيا، من قرب رأس الرجاء الصالح، أنت في أطراف الكرة أنت الأرضية. عارف إن رأس الرجاء الصالح دي بيقولوا إن هي دي منتصف العالم. بالظبط. في هناك كان علامة كده بقول لهم إيه دي؟ قالوا لي دي علامة إن ده منتصف العالم. صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية كان من فترة أوفدت مندوب ليها جه القاهرة، زار النادي الأهلي، بيعمل تحقيق صحفي عن النادي الأهلي اسمه لورانس كولير. لورانس كولير جه زار النادي الأهلي، التقى المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي، زار النادي وتعرف عن كل حاجة في النادي الأهلي. طيب، ده الطبيعي وده العادي. لكن لما يروح جنوب أفريقيا، الصحيفة الكبيرة في جنوب أفريقيا تفرد 6 صفحات للحديث عن النادي الأهلي، عن بطولات النادي الأهلي، عن تقاليد النادي الأهلي، حتى بيقول لك يعني نادي مؤسس على قيم وانحيازات أخلاقية كتيرة هي اللي عملت له هذه القيمة المضافة اللي المهندس عدلي بيتكلم عليها. كيف إنه هذا التراث القيمي والأخلاقي اللي تأسس عليه النادي الأهلي، ترى صحيفة جنوب أفريقيا إنه كان قوة دافعة لتحقيق بطولات نادي القرن في أفريقيا. مش بس كده يا باشمهندس، ده كانت النتيجة انه هذا التحقيق الصحفي عن الاهلي كبير افريقيا ياخد جايزة العام الصحفية في جنوب افريقيا. هو ده اللي يهمني بقى. يعني مجرد انك اهتميت والقيت الضوء على حجم النادي الاهلي وتاريخه ومبادراته وتأثيره المجتمعي، الهم الاعلام في جنوب افريقيا والخارجي ان يروا ان هو ده النموذج اللي يستحق لمن يعني اهو ادي الجائزه. من قام بهذا العمل الاعلامي ان يستحق عليه جائزه، لانه قدم مش بس تغطيه مميزه، تقدم خدمه الى المجتمع انه ينقل هذه التجربه وهذا التراث. فلما نفخر بالنادي الاهلي مش من فراغ يا استاذ ابراهيم. ده الـ 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 التاثير اللي حصل من الزياره، الوفود الصحفيه لما جت في مصر في تغطيه بطوله الامم الافريقيه وفي كل الزيارات، انه النادي الاهلي يهتم دائما وابدا بهذا التواصل مع كل صحفيي العالم المختلف من كل وسائل الاعلام الدوليه. لما بيجوا يزوروا مصر بيكونوا حريصين على الاطلاع على نظام العمل في النادي الاهلي، عن اسباب تفوق هذا النادي، عن قيمه وحقيقه نجومه. حتى كيكوف عامله سبوت على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كواحد من اساطير الكره الافريقيه ورئاساته للنادي. يعني الناس رابطه الحاضر بالماضي في تحقيق زي ما قلت لكم 6 صفحات استحق انه يكون هو صاحب جائزه. هو المهندس سراج لمس على نقطه مهمه جدا في هذا الحديث، ان هو لما خسرنا 5 من جنوب افريقيا، طبعا هو كان سؤال لازم يتسال بالنسبه لهم. فقال لهم والله يعني ما معناه ان هي دي الخساره البناءه. ايوه، لانها وقفتنا عند ان احنا نواجه مشكله ونحلها ازاي. فكان الحل السريع ببناء فريق جديد وتغيير اسلوب التدريب، ادى الى كامباك يعني من اصعب ما يكون على مستوى العالم. انك تقدر تكسب في الآخر الدوري وتعوض الكارثة التي حدثت في جنوب أفريقيا والتي كانت سببا في كل هذا البناء وهذا التطور الذي نشهده الآن. هم حتى التحقيق اتكلم على حادثة بورسعيد، وازاي ده كان يوم صعب جدا على النادي الأهلي، وازاي النادي الأهلي قدر يتجاوزه، وازاي قدر ياخد بطولة أفريقيا من خضم الأحزان اللي كان فيها. ما ال 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 الشهداء ألهمهم وده شعله. صحيح، شعله في انت بتلعب ومفيش دوري. ايوه، انت بتلعبش غير بطوله افريقيا سنتها. ايوه، تبقى مكرس حياتك كلها انك انت
عايز تهدي الشهداء دول هذه البطولة. إذن هي دي قيمة النادي الأهلي، قيمته في تأثيره في حتى محيط القارة الكبير، في أنه أطراف القارة الأفريقية تدرك قيمة النادي الأهلي، القيمة الحقيقية لهذا النادي الكبير. بيتكلموا على 112 سنة من الإنجازات والانتصارات والنجوم والبطولات، وإزاي تأثير القيمة الأخلاقية وانحيازات الأهلي دائما وأبدا لتقاليده هي اللي بيقدر يبني عليها للمزيد. الأهلي مش بس بيسعد محيطه القاري، حتى محيطه العربي. زار النادي الأهلي امبارح وفد من رابطة مشجعي الأهلي وعشاق الأهلي في غزة من فلسطين الحبيبة، حبوا يكرموا قيادات النادي اللي تم التجديد ليهم. كان الصديق العزيز ضياء مصباح، طبعا صديقك العزيز علاء خالد متابع من غزة باهتمام كبير جدا، حضر ضياء مصباح رفقة كل الوفد الفلسطيني الأهلاوي جدا، استمتعوا بالنادي والتقوا الأستاذ خالد مرسي مدير فرع النادي في الجزيرة في تكريم على تجديد مجلس الإدارة للثقة في مدير النادي الأهلي، وأيضا للتأكيد على أنه انتصارات النادي الأهلي، بطولات النادي الأهلي مبعث فخر وسعادة لكل محبيه في كل مكان يا باشمهندس. يا رب إلى مزيد، لأن الحقيقة تأثير النادي الأهلي هو كالإشعاع يمتد ويمتد ويتوغل ويتوغل، يعني كل من يحتكي بالأهلي يعني يتأثر به.